طيب تعالوا بقى نروح لخبر مختلف، طبعا هو يعني منفصل من حيث المحتوى لكن اكيد متصل لانه متعلق بالنادي الاهلي. كورال النادي الاهلي اللي احيا احتفاليه مع اعضاء النادي بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم من خلال حفل غنائي كبير نظمته الاداره التنفيذيه واداره المكتبات بالنادي الاهلي. هنشوف مع حضراتكم جزء بسيط من هذه الاحتفاليه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. والله احنا كاداره المكتبات بنهتم انه كل مناسبه نحتفل بيها عن طريق اعضائنا المشتركين معانا في انشطه الاداره، فالنهارده الكورال بيقدم لنا احتفاليه بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك. طبعا يعني القائم على الحفله استاذه ابتسام شوقي كمايسترو ليهم، وهي اللي دربتهم وانا بشكرها جدا من خلالكم، هي رئيس قسم النشاط الفني وبصراحه يعني عامله مجهود جميل انا بشكرها من خلالكم. هي الايفنتس دي بتاثر في الاعضاء ان هم دايما يحسوا ان في ارتباط دائم بينهم وبين ناديهم، ان النادي بيهتم ان هو يشاركهم كل المناسبات والاحتفالات اللي في حياتهم. يعني شهر رمضان احنا الدنيا كلها بتحتفل بيه، العالم الاسلامي كله، وكمان النادي الاهلي بيحتفل بيه زي ما انتم شايفين. انت شايفه الاعمار اللي احنا معانا من اول 6 سنين فيما فوق. احنا بقالنا شهرين بنجهز لاحتفالات شهر رمضان، احنا اصلا شغالين بتدريبات الكورال طول السنه يعني، وبنشوف اي ايفنت جاي اقرب ايفنت وبنعمل له حفله في النادي سواء هنا او في مدينه نصر او في الشيخ زايد. تمام، فاحنا حفلتنا يعني انتهزنا فرصه الناس كلها فرحانه بقدوم شهر رمضان وبتحتفل بيه شخصيا يعني، فبقالنا شهرين بنحضر له وعملنا بروفات مكثفه عشان نطلع بالشكل اللي انتم شفتوه ده. طبعا بيبقوا مبسوطين جدا لما بيلاقوا اولادهم بيشاركوا في حفلات وبيلاقوا ان النادي عامل لهم حفلات وفي مناسبات مختلفه من السنه، يعني في انشطه كتير شغاله الفتره دي. لو انتم ملاحظين ومتابعين هتلاقوا الدنيا سواء احنا كمكتبه اداره المكتبات او لجنه المراه او دي كلها ايفنتات جميله جدا بتسمع وبتبقى يعني الاعضاء بيبقوا فرحانين بيها جدا، لان مشاركه ولادهم في اي نشاط في النادي دي حاجه جيده جدا طبعا. بصراحة ببقى حاسة يعني ببقى مستمتعة إذا كان في البروفات أو إحنا في الحفلة، ولما بنتعب في البروفات وكده وبنطلع نقدم على الحفلة بنحس بنتيجة حلوة بتنسينا كل التعب اللي تعبناه في باقي الحاجات، فبصراحة الموضوع ممتع يعني. بحب أشكركم ابتسام عشان هي دايما بتعمل لنا أنشطة جميلة وبكون مبسوطين بيها قوي، ودايما بتعمل لنا بتبقى على بعضها لينا وبتوعدنا بإن هو حفلة جميلة وحفلة جميلة فعلا. والله يعني الحمد لله احنا اول حاجه بدانا تحضير بادئين من بدري قوي، جايين من بدري وعبال ما حضرنا بروفات بقى وتست المايك والحاجات دي وتمام واللبس يعني والحاجات، ومسيب سام طبعا تعبت معانا جدا 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 فوق ما تتخيلي يعني، بس الحمد لله احنا كنا عايزين نتعب لان يعني نعمل حاجه تليق بالنادي الاهلي وباسم النادي الاهلي طبعا ونفرح الناس يعني بينا. بصراحة الجو رمضاني جدا، والنادي الأهلي دايما معودنا ان احنا بنعمل كل الأنشطة يعني كل مناسبة ليها نشاط وبيعملوا حاجات جميلة جدا للأولاد وبيضيعوا فيها وقت كويس قوي في النادي، وبصراحة الجو جميل جدا جدا يعني. اه طبعا هو ده اولا الولاد هم اساسا بيبقوا مبسوطين وفرحانين اللي هم الاعضاء المشتركين في الحفله، والولاد التانيين اللي مش مشتركين، واحنا كمان الاولياء الامور بنبقى برضو مبسوطين وفرحانين وبتبقى حاجه لذيذه وجو لذيذ جو حلو يعني بمناسبه شهر رمضان الكريم. والله اي حاجه جميله بتحس فيها بروح الاسره وروح فعلا اسره النادي الاهلي، وان تجمع الاعضاء ذات نفسهم في ايفنت زي ده بيحصل ترابط ما بين الاعضاء وبين بعضها. طبعا الايفنت النهارده حاجه جميله وسعاده للناس، وبمناسبه رمضان كل عام وانتم طيبين، ودي من الشيء البهجه والسرور
خصوصا في الظروف الحاليه بتاعت كوفيد وكل عام طيبين ومصر طيبه ان شاء الله.